مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي مره ثانيه لحضرتك ولضيوفك الكرام في الاستوديو. عقب مباراه النادي الاهلي والاتحاد وفوز النادي الاهلي 3-0 والصعود للمباراه النهائيه، وان شاء الله خطوه مهمه وكبيره نحو اللقب ال 22 في تاريخ النادي الاهلي والرابع على التوالي. يسعدني يكون معايا في اللحظات دي كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق. يا كابتن الف مبروك، كان صحوه بيشهدها الاتحاد السكندري السنه دي سواء المركز الخامس في الدوري كمان في الكاس، نتائجه كويسه. كان طبعا كنت محضر للمباراه بشكل كبير، بقالك يومين معسكر في اسماعيليه، اداء اكثر من رائع، كلمنا على المباراه والاعداد ليها نار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكاس بالنسبه للنادي الاهلي طبعا عارفين ان فرقه الفولي يعني يهمها اي بطوله تخش فيها تنافس فيها ونكسبها. فرقه الاتحاد فعلا زي ما انت قلت فرقه محترمه جدا، معاها مدير فني كويس قوي احمد سمير، عامل فرقه كويسه قوي ومدعم الفرقه، وقدروا يكسبوا خامس دوري وطلعوا قبل نهائي بعد ما كسبوا سموحه في دور الثمانيه. يعني فرقة الحمد لله عملنا لها احترمناها تماما وعملنا لها محاضرتين، والحمد لله الشباب قدوا اللي عليهم يعني الحمد لله. كابتن بدأت بالتشكيل الأساسي في بداية المباراة في أول شوط والشوط الثاني، كان أعتقد في الشوط الثالث بدأت تفكر في المباراة النهائية شوية، بدأت تجرب لعيبة ثانية، بدأت تريح شوية من اللعيبة الكبار. تمام، يعني هو طبعا الموسم زي يعني انا بقول لك في اخر الشهر ده كده هنبقى كاملين سنه كامله تدريب، سنه كامله تدريب، ده كتير جدا بعد مع توقفات كتيره. عايز اقول لك ان في شويه ارهاق شويه للعيبه طبعا الكبار، لكن الحمد لله يعني الناس اللي نزلت، يعني بشيد طبعا بالحسيني عنده 20 سنه قدر ان هو في الشوط الاخير يعني ادى ما عليه ولعب كويس جدا جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، ان احنا نقدم ناس جديده للنادي الاهلي والفرقه. يعني كابتن محمد، يمكن كان في انتقادات الفتره اللي فاتت، ده كان مضايقك شويه، لكن بسم الله ما شاء الله انت بترد في الملعب يعني بشكل اكثر من رائع. انتقادات ازاي يعني؟ لا يعني كان في ناس بتتكلم وكده، وحضرتك كنت الفتره اللي فاتت كنت غضبان شويه، ناس خارج من خارج النادي الاهلي طبعا، كان يمكن بعض التصريحات من بره كانت مضايقه حضرتك شويه، لكن بسم الله ما شاء الله بترد في الملعب. واعتقد ردك النهارده وجود صف تاني وتالت من ابناء النادي الاهلي المخلصين، اعتقد ده اكبر رد على اي حد منتقدنا. رد ولا حاجه يعني، الحمد لله فرقه النادي الاهلي اربع سنين الحمد لله يعني ما خسرناش بطوله، وان شاء الله يا رب بس نكون عند حسن الظن دايما كده. عايز اقول ان احنا عاملين ناشئين في قطع ناشئين محترم جدا بيطلع اولاد، وان شاء الله يعني في ناس هتطلع منهم اعاره عشان خاطر ياخدوا خبره الماتشات الدوليه زي ما عملنا يوسف الصافي ويوسف مرجان، وان شاء الله يعني مش عايز حد يقلق، لا باذن الله النادي الاهلي بخير، فرقه الفولي بخير، وان شاء الله نقدر ندعم من بره كمان، لان مجلس اداره عمره ما بيأخر اي حاجه للفرقه خالص، اي طلبات المجلس الاداره بيوفرها سواء كانت لعيبه عقود ادوات اي حاجه. بشكرهم جدا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله. شكرا كابتن، اتمنى ان شاء الله بكره برجلك على البطوله ال 22 والرابعه التوالي والثنائيه المحليه الرابعه التوالي. يا رب والله، يعني الواحد مش عايز اقول لك مضغوط قد ايه، يعني زي ما قلت لك سنه كبيره يعني كبيسه على الواحد، ودايما الواحد عارف لما بكسب الدوري والله والله جمهور كميه جمهور يقول لي مبروك عايزين الكاس مبروك، طب افرح شويه يعني، بس الحمد لله يعني انا مبسوط بده. الفرقه عارفه كويس جدا جدا ان هم مطلوب منهم الكتير للفتره الجايه، وخصوصا الكاس بكره ان شاء الله، يعني باذن الله يا رب نسعدهم يا رب. شكرا كابتن بالتوفيق، ودايما جمهور النادي الاهلي وراكم ومجلس اداره النادي الاهلي وراكم اكيد طبعا اكيد. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. العوده ليكم مستمرين في تغطيتنا الخاصه الحصريه من هيئه قناه السويس باسماعيليه. محمد توفيق من ارض الملعب، ولقاء مهم كان مع كابتن محمد مصلحي ميدو، وبشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد مصلحي ميدو حب النادي الاهلي وحب جمهوره، والنادي الاهلي حبك يا كابتن محمد، وجمهوره حبك كمان.